المحاضرة النهاردة إن شاء الله من المحاضرات زي ما بقول محاضرة كبيرة مهمة جدا ركز فيها. محاضرة بعنوان حاجة اسمها Ovarian and Ministerial Cycles. Ovarian and Ministerial Cycles. بسرعة زي ما احنا متعودين دايما بناخد Introductory ايه؟ Introductory case. زي ما واضح قدامنا كده يا جماعة في فيميل قدامنا اهي مالها دي فيري ثين ولا فيري اوبيز؟ فيري ثين واسع على ميزان قاعده كل يوم جايبه الميزان وتقف عليه تشوفها انا النهارده زدت كام جرام؟ ده النهارده انا زدت 5 مللي جرام لا انا بكره زدت 7 جرام فاهمين؟ مهووسه بفكره ايه؟ مهووسه بفكره ايه؟ ان وزنها ايه؟ زياده عن اللزوم. ودايما المثل عندنا معروف الحاجه اللي بتزيد عن الحد بتتقلب للضد. الحالة بتاعتنا 22 years old ها unmarried female. ركزوا يا جماعة ما يبقى عندك كيس سيناريو حالة بركز في كل كلمة يبقى 22 years old unmarried woman أو female has no period since 6 months. انتوا خدتوا في البيبي اللي امبارح كانت المشكلة انها من ايه؟ كانت متجوزة بعد 4 شهور وبدأت الايه؟ ميسد بيريود صح؟ بقى لها اسبوعين تقريبا او حاجة زي كده. لا هنا ديت بقى لها 6 شهور الدورة ما جاتش. لكن قبل كده في الهيستوري بتاعها المناركي كان بدا عن سن 12 سنه. الدكتور او الدكتوره خدت الهيستوري منها لقت ما فيش اي ميديكال بروبلم وما بتاخدش ميديكيشن. يعني مش هنقول مثلا انها ايه بتاخد ادويه تاثر على البيريود او المينستيريال سايكل، لا ما بتاخدش. ولكنه ما بص كده عليها لقى انها ثين زي ما هو واضح فيري ثين ولكنها نورمال. جه يشوف من طريقه كلامها اوقات يا جماعه انت كدكتور تبقى لماح والبيشنت بيشتكي تشوف هو بيركز على ايه خلاص. وبعدين الستات بتبقى عندها ذره لقم تلاقيها عايزه تتكلم على الايه؟ على انها عايزه تبقى بريجننت بتلف من طريق بعيد قوي صح؟ عايزه تتكلم ان مشكله في الدوره ما بتجيبش سيره انها ايه؟ بتدور على انها فين ولا مش فين. لا هي بتقع في الكلام تقول لك والله بس انا حاسه ان انا الايام دي زايده زياده عن اللزوم انا مش طايقه نفسي انا ما اعرفش ايه. تيجي تبص تلاقيها فيري ثين يبقى هي نوت ساتيسفايد وذ بودي ايمج. يقول لك لا انا حاسه ان انا وزني شايف هي في مخيلتها انها بالشكل ده. يعني هي اصلا دي الصوره الحقيقيه بتاعتها وده اللي في مخيلتها انها فيري اوبيز. وعلشان كده ايه هي متخيله انها فيري اوبيز فقعدت تتفرج على البرامج بتاع الايه ازاي تخسي ازاي تعملي تمارين رياضيه ومش ايه ومش بتعمل رياضة بسيطة لا انت بتعمل رياضة عنيفة سيفير اكسرسايز. الدكتور من كل الملاحظات والانفستيجيشن شخص الحالة انها حالة انوريكسيا نيرفوزا. يعني ايه ده ايتنج ديسوردر. عندها مشكلة في الثينكينج بتاعها انها اوبيز فعلشان كده كارهة الاكل ومش عايزة تاكل ومقللة في الاكل وعاملة سيفير اكسرسايز. يبقى تو سمرايز الحالة بمنتهى البساطة وهنشرحها اثناء شغلنا. واحدة عندها 22 سنة انمرد البريود بتاعتها الاوفيريان سايكل والمنسترال مفيش منسز بقى لها 6 شهور انمارد خلي بالكم ما بتاخدش ميديكيشن الاكزامينيشن بتاعها نورمال الهيستوري بتاعها بيقول انها تركيزها كله على الايه؟ على البادي ويت على الرغم من انها فيري ثين وبتعمل سيفير اكسرسايز. هاو تو انتربريت ذيس كيس اثناء شغلنا ان شاء الله. يبقى من كلامي كده في مصطلحات عايز اعرفها. عايز اعرف يعني ايه بريود صح؟ وسمعت المصطلح ده امبارح في البي دي ال اللي هي سايكل فيميل سايكل. يبقى منطقيا في الليرنينج اوبجيكتيف بتاعتي عايز اعرف يعني ايه فيميل سايكل. في مصطلح تاني برضك سمعته عنه امبارح اسمه ميناركي ولاجل الصدفه هو نفس الاتش اللي كان في البي دي ال. يبقى عايز اعرف يعني ايه ميناركي والاتش ده نورمال ولا اب نورمال صح ولا لا؟ بعد كده عايز اعرف علاقه الاكسرسايز السيفير ده هو باللوس اوف بيريود هل له علاقه ولا ملوش؟ طيب بعد كده انا عرفت ان انا عايز اعرف السايكل ايه هم السايكلز والميكانيزم بتاعتهم ايه او الفيسيولوجيكال تشينجز ايه؟ دي الليرنينج اوبجيكتيف. يبقى الليرنينج اوبجيكتيفز بتاعتنا النهارده المين ليرنينج اوبجيكتيف ان انا عايز اعرف الاوفيريان سايكل واليوتراين سايكل. دايما بقول انا عايز اعرف فانكشن. طالما انا عايز اعرف فانكشن يبقى لازم اسال نفسي سؤال ودايما بقول السؤال ده ونسمع اجاباتكم. ايه رايكم؟
لو قلنا كلام مطلق كده، مين يقول لي وظائف الجسم ايه؟ ها؟ ايه هي وظائف الجسم اللي نعرفها؟ مين يقول جسمك انت ايه وظائفه؟ مين يقول يا جماعه؟ انتوش عارفين وظائف جسمنا ايه؟ القلب بيضخ الدم، ها؟ الدم بينقل حاجات، ها؟ الحركة، ها؟ الإخراج، ها؟ قولوا يا جماعة ما تكسبوش. إيه تاني؟ الفم للطعام. الإيه؟ الفم للطعام. الفم للطعام. طب ما أقول لكم على حاجة بسيطة، شوف كل واحد هيجيب حتة من الشرق على حتة من الغرب، صح ولا لا؟ ومش هتغطوا كل الأهداف. منطقياً لما تسأل سؤال زي ده أو أي بمنتهى البساطة. The functional structure of the body، جسمنا بيتكون من إيه؟ بيتكون من عندك إيه؟ ها؟ تبدأها جسم جسم، ده أنا عندي الـ digestive system، عندي الريسبيراتوري سيستم، عندي السيركولاتوري سيستم، عندي البلاد، عندي الاندوكراين، صح ولا لا؟ عندي السي ان اس، واخدها سيستم سيستم. ده انا عندي الدايجستيف سيستم بيتكون من مين؟ ده انا عندي اورال كافيتي، عندي معرفش اسوفاجس، عندي استومك، وطيب الاستومك ده بيتكون معرفش ايه من ايه وايه؟ طيب الجزء الفلاني ده بيعمل كذا، انا مش هطلع خمسه فانكشن، هطلع 1000 فانكشن. صح ولا لا؟ فنفس الكلام علشان افهم السايكلز اللي احنا قاعدين نقول هنتكلم عنها، يبقى منطقيا اسال نفسي سؤال، ايه هو الفانكشنال ستراكشر اوف ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم؟ ثم الديفينيشنز دي غايه في الاهميه، اعرف يعني ايه ميناركي ويعني ايه منوبوز، والمين اوبجيكتيف فيزيولوجيكال اند هرمونال تشينجز اللي بتحصل سواء في الاوفيريان سايكل او في اليوتراين سايكل. التلات اهداف التانيين دول هم تفصيل للمجمل ده. ده عباره عن لارج اوبجيكتيف، ميجر اوبجيكتيف، نون سبيسيفيك اوبجيكتيف. السبيسيفيك بتاعه عندك اهو، عايز اعرف كل فيس بيحصل فيها ايه، عايز اعرف الهرمون ريجوليشن بتاع كل فيس، عايز اعرف الاوفيوليشن ميكانيزم بيتم ازاي، عايز اعرف المينستيريال بلاد صفاته ايه. طيب نبدا باول ليرنينج اوبجيكتيف عندي. حد يقدر يقول لي كده ايه هو الفانكشنال ستراكشر اوف ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم؟ الفيميل ريبرودكتيف سيستم بيتكون من ايه يا جماعه؟ ها؟ بالانجلش اوفرس فالوبيان تيوب يوترس فاجينا يوترس يوترس ها؟ البريست جزء من الفيميل ريبرودكتيف سيستم؟ ماماري جلاند ولا بريست ولا الاثنين سواء؟ كله سواء. ايه رايكم في فرق بين الماماري جلاند والبريست ولا كله محصل بعضه؟ الماماري خاصه بالجنين. طب ركزوا يا جماعه، خلي بالك، انا عندي دلوقتي الفيميل ريبرودكتيف سيستم بالشكل ده، بيتكون من حاجتين اساسيين. نبص على التقسيمه ده وارجع للصوره اللي فاتت حالا. الفيميل ريبرودكتيف سيستم بيتكون من حاجه اسمها برايمري سكس اورجان وحاجه اسمها سكندري سكس اورجان. بمنتهى البساطه رسمه عندي بالشكل ده، ادا تو اوفرس، هتلاقي هنا هو ادا الفالوبيان تيوب، ادا الفيمبريتد اند، ادا الامبولا وفالوبيان تيوب، هتلاقي هنا هو ادا الايه اليوترس، وادي الفاجينا، وهتلاقي الفالفا هنا. الفيميل ريبرودكتيف سيستم بيتكون من حاجتين، من جزئين اساسيين. حاجه اسمها برايمري سكس اورجان اللي انا بقول عليهم الاوفرز، يبقى ده اوفري وده الاوفري. الفيميل عندها كام اوفري؟ اثنين. ده بقول عليه برايمري سكس اورجان لانه هو المسؤول عن البرايمري فانكشن اوف ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم. طب البرايمري فانكشن اوف ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم هي ايه؟ الوظيفه الاساسيه للفيميل ريبرودكتيف سيستم برودكشن يا جماعه من الاسم، فيميل ريبرودكتيف سيستم، يبقى المين فانكشن هي الريبرودكشن. طب الريبرودكشن هتتم ازاي؟ عن طريق مين؟ الاوفر، صح، اللي هي الاوو جينيسيس. وبالتالي بقول البرايمري سكس اورجان اللي هو الاوفري، لان اول فانكشن له هو الاوو جينيس، ده بتعمل لك الاوفم وبتعمل لها كمان ايه؟ اوفيوليشن. طب هل هي دي الفانكشن الوحيده للاوفري؟ قال لك لا. ده بتطلع هرمونز، حاجه اسمها استيرويدو جينيس، الهرمونز استيرويد الناتشر اللي هتطلعها.
قال لك بتطلع تو تايبس اوف هرمونز الاساسيين اللي عندنا الفيميل سكس هرمونز اللي هم مين؟ استروجين وبروجستيرون. طب هل الاوفري بيطلع ميل سكس هرمون؟ قال لك اه المينيوت اماونت كميه قليله جدا بيطلع مين؟ بيطلع التستوستيرون. طب هل الاوفري بيطلع هرمونز ثانيه نون ستيرويد نيتشر؟ قال لك اه بيطلع هرمون هنجيب سيرته النهارده اسمه انهيبين هرمون، هنجيب سيرته حالا. يبقى مين البرايمري سكس اورجان؟ الاوفرز. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طب السكندري سكس اورجان اورجانز امبورتنت فور ريبرودكشن ولكن مش هم مين؟ ما بيطلعوش اوفم، مش هم البرايمري فانكشن اوف ريبرودكشن. زي مين؟ زي اول حاجه عندي الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب بتسالوا دايما عليها فيسيولوجي او اناتومي او استروجي، سؤال بسيط جدا يقول لك ايه الفانكشن بتاعت الفالوبيان تيوب؟ تسال كام اس كيو كده يقول لك ايه السايت اوف فيرتلايزيشن بيتم فين؟ ويجيب لك اختيارات. يبقى معروفه فين؟ في الفالوبيان تيوب. فانهي مكان في الفالوبيان تيوب؟ في الامبولا اللي هو الدايليتد بار او في الفالوبيان تيوب. كلام كويس. طيب الجزء الثاني هلاقي فيه اليوترس، واليوترس ممكن يتقال از هول انكلودنج السيرفكس، وممكن نفصل السيرفكس عنه ونقول يوترس وفي سيرفكس. يبقى فيه اليوترس. اليوترس ده زمان سايد فور امبلانتيشن اوف ذا فيرتلايزد اوفر. ثم عندنا الفاجينا، ثم الفالفا او الاكسترنال جينيتاليا. الفالفا ديت اللي هي الاكسترنال جينيتاليا، ليبيا ميجورا، ليبيا مينورا، الكليتورس. وتحت الصوره يا جماعه. طيب البريست، انا سالتكم سؤال، هل البريست هو الماماري جلاند ولا الماماري جلاند هي البريست ولا كله محصل بعضه؟ الاثنين زي بعض. المصطلح هل بريست يعني ماماري جلاند؟ بريست من ضمن الماماري جلاند. ايوه لا العكس، الماماري جلاند جزء من البريست. ازاي؟ من الاسم ماماري جلاند يعني لها ريليشن لمين؟ البريست فيدنج، للفيدنج. انها جلاند، فيها جلاند. البريست بمنتهى البساطه كلمه صغيره تبقوا عارفينها بس وتاخدوها كهيستولوجي الفول ديتيل بعد كده. البريست عباره عن ايه؟ البريست بيتكون هتلاقي فيه ماماري جلاند اللي هي عباره عن داكتس وداكتيولز، بتتفرع داكتيولز وفي الاخر هتلاقي فيها اسينار ولوبس ولوبيولز والكلام من ده. الضغط سيستم مع الاسينايد هي دي بقول عليها الماماري جلاند، دي اللي هتعمل لك الميلك برودكشن، بتركبها المتفصل. دي يا جماعه دي كلمه صغيره مجرد للعلم بالشيء، مش مطلوبه اساسي مني كليرنينج اوبجكت، ده مجرد للعلم بالشيء. خلاص؟ طيب البريستال هو عباره عن ماماري جلاند بس؟ لا. البريست هتلاقي فيه فات ديبوزيت، صح ولا لا؟ لان هيعملوا السايز بتاعه. هتلاقي فيه بلاد ماينور بلاد فيسل موجوده، صح؟ يعني بمعنى اخر ان الماماري جلاند هي عباره عن جزء منين؟ من البريست. وضحت الصوره يا جماعه؟ ده كلمه بس عشان ابقى فاهم. طب كلام كويس، نبص على الرسمه اللي فاتت كده، هلاقي عندي ادى الفيميل ريبرودكتيف سيستم، هلاقي عندنا ادى الاوفري فين؟ اهو الاوفريز دول برايمري سكس اورجان اوفري. هتلاقي عندك فالوبيان تيوب، هتلاقي عندك اليوترس، هتلاقي الفاجينا، هتلاقي الاكسترنال جينيتاليا او الفالفا. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. دكتور السيرفكس وشه؟ نعم السيرفكس. علي صوته، مين اللي بيتكلم؟ السيرفكس. السيرفكس وشه الايه؟ سيرفكس. ما انا قلت لك السيرفكس ده بيتقال على عنق الرحم، جزء من الرحم في الاوقات فروم فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو، من الناحيه الفسيولوجيه انا ممكن اقسمها اقول في يوترس وفي سيرفكس، لان في اختلاف في الفانكشن بينهم. اناتوميكال ممكن يقول لك لا ده هو اليوترس على بعضه، فاحنا بنختلف من وجهه النظر فروم فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو اند اناتوميكال اند هيستولوجيكال بوينت اوف فيو. الرسمه دي نفس الكلام اللي فات، بس في ملحوظه عايزكم تاخدوا بالكم منها، ان هذا اليوترس اليوتراين وول بيتكون من 3 لايرز، حاجه اسمها
بريمتريان. نبص على الرسمه دي كده يا جماعه. ادي اليوترس زي ما اتفقنا اهو. ده اليوترس. هاخد اليوتراين وول كده واكبره هنا اهو. هلاقيه بيتكون من 3 لايرز. في لاير هنا اهوت اللي هي ده اهي رقم واحد ده اهي. ده بقول عليها الاندومتريا. يعني انت بتحسها زي المصطلحات الهيستولوجي عندكم بتقول عليها السيروزا. مش الكلام؟ اللاير اللي في الوسط ديت اللي هي الماسل لاير دي بقول عليها المايو مايو ميتريان. يبقى دي اسمها مايو ميتريان. واللاير الخارجيه دهيت ده بقول عليها ايه؟ بيري ميتريان. بيري ميتريان. واحد يقول لي انت هتروشنا بقى انت دخلت كده هيستولوجي صح؟ اقول لك لا، ده انا بتكلم فروم فانكشنال بوينت اوف فيو. انا لسه من شويه قايل لك السايت اوف امبلانتيشن هو مين؟ اليوترس. طب انهي ده كان في اليوترس؟ هل الامبلانتيشن بيحصل في البريمتريام ولا المايومتريام ولا الاندومتريام ولا ما بتفرقش؟ والله ما بتفرق معانا. ايه رايكم؟ انهي واحده؟ يا مفتري ما هو ما احنا هناخدها بالترتيب. مايو ما ينفعش هيبقى اندو. هي في الاندو. طب هنتكلم اصبر حالا دي اللي هيحصل فيها السايكليك تشينجز اللي هنشوف حالا. وضحت الصوره؟ تو سمرايز النقطه الاولانيه اللي قلناها يا جماعه الفانكشنال ستراكشر اوف ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم. عرفنا عندي في حاجه اسمها برايمري سكس اورجان ثم سكندري سكس اورجان. وانتوا بتتكلموا على الثيرمو ريجوليشن في البلوك اللي فات سمعتوا عن مصطلح كده او كلمه اسمها الهايبو هايبو ثالاموس. شاطر. الهايبو ثالاموس دي كانت علاقتها ايه بالثيرمو ريجوليشن؟ هرمونيه. لا هرمون كنترول هرمون هرمونات ديت الهايبو ثالاموس. وهلاقي ده ايه حاجه اسمها بوستيريور بيتيوتري. سمعتوا عن الغده النخاميه بيتيوتري جلاند؟ وهنا هو هتلاقي ده حاجه اسمها الانتيريور بيتيوتري. الهايبو ثالاموس بيقولوا عليها سنتر اوف ايموشنز مركز الانفعالات في الجسم. ومهمه جدا في الكنترول اوف هرمونال فانكشن اوف ذا بادي. بتطلع سيرتن ريليزنج هرمونز. على سبيل المثال هتاخدوها ان فول ديتيل ان شاء الله في ثانيه في الاندوكراين والريبرودكشن وتاخدوها في ثالثه في السي ان اس. بتطلع حاجه اسمها جونادوتروفين ريليزنج هرمون. يعني هرمون هيزود الريليز بتاع حاجه اسمها جونادوتروفيك هرمونز. طب الجونادوتروفيك هرمونز او جونادوتروفينز دول ايه هم؟ دول هرمون بتطلع من الانتيريور بيتيوتري اللي هم عباره عن حاجتين فوليكولار ستيميوليتنج هرمون اند ليوتينايزنج هرمون. يبقى هلاقي هنا اهوت الهايبو ثالاموس هتريليز الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي هينزل على الانتيريور بيتيوتري يعمل ستيميوليشن للريليز اوف جونادوتروفيك هرمونز اللي هم الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون اند ليوتينايزنج هرمون اللي هيروحوا على الاوفري تو كنترول اتس فانكشن. والفانكشن قلنا حاجه اسمها اوفيوليشن او اوجينيسيس. ده اول فانكشن. وضحت الصوره؟ تاني حاجه الهرمونال تشينجز اللي هي ستيرويدو جينيسيس. كلام كويس. يعني خلي بالكم الهرمونال كنترول اوف ذا اوفري اندر ذا كنترول اوف مين؟ هايبو ثالاموس اند انتيريور بيتيوتري. الكي انسر بتاع الحاله بتاعتنا بقى الست دي قاعده كل تركيزها ان ايه؟ ان وزنها زايد. قاعده كل يوم تقف على ميزان، كل شويه تعمل سيفير اكسرسايز. طب كل ده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين. ده حل الحاله. ده الاستريس اللي هي فيه هيعمل هيأثر على الهايبو ثالاموس. هيديسترب اتس فانكشن. هيلخبط شغلها. فهتعمل ديستربنس للريليز اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون. فهتعمل ديستربنس للريليز اوف جونادوتروفيك هرمون فهتعمل ديستربد اوفيريان فانكشن. ده أول حاجة. تاني حاجة
كذا انكم تسالوا فيها وهتتكلموا عنها في المحاضره اللي جايه ان شاء الله بتاع البريجنانسي فيسيولوجي اوف بريجنانسي. تاني حاجه السيفير اكسرسايز بيزود الريليز اوف سيرتن هرمون من الانتيريور بيتيوتري اسمه حاجه اسمها برولاكتين. هتسمع عنه كتير. هذا البرولاكتين بيروح يعمل انهبيشن للجونادال فانكشن وبينهبت الريليز اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون وبيعمل انهبيشن للريليز اوف جونادوتروبيك هرمون. فالنت ريزلت ان يعمل ديستربد اوفيريان فانكشن. تاني مش اسمه برولاكتين. برولاكتين جاي من اللاكتيشن. تاني الحاله بتاعتنا حلها بمنتهى البساطه ان الاستريس اللي هي عايشه فيه والسيفير اكسرسايز عمل حاجتين. الاستريس عمل ديستربد هايبوثالاميك فانكشن. السيفير اكسرسايز زود لك البرولاكتين. ان ذيس كيسز عمل ديستربد هايبوثالاموس ديستربد انتيريور بيتيوتري ديستربد اوفيريان فانكشن وبالتالي حصل ايه؟ لوست بيريود. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طيب احنا اتفقنا دلوقتي في هرمونال تشينجز قالوا بيحصل سايكليك تشينجز في الليفل بتاع هذه الهرمونز. والسايكليك تشينجز نتيجه الريليز اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون ان بلس تايل فورم. بلس تايل يعني على هيئه ومضار. كل شويه يترمي شويه فين؟ في السيركوليشن، كل شويه يترمي بس بنظام معين وسيستم معين فيتقال عليه بلس تايل سايكليك تشينجز ان ذا ليفل اوف هرمونز. فهيؤدي الى تشينجز في الليفل اوف هرمونز اللي هتطلع منين؟ من الاوفري. طب السكس هرمونز اللي بتطلع دي مش هتكنترول الفيميل سكس اورجان سواء الاوفري سواء اليوترس سواء الفالوبيان تيوب سواء الفاجينا سواء الماماري جلاند. فالسايكليك تشينجز اللي هتحصل في الهرمونز هتاثر على كل اجزاء الجسم. يعني بالعقل كده يا جماعه فمثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو حصل فيه ايه؟ تداعى له ايه؟ سائر الجسد بالسهر والحمى. تلاقي نفسك شكت تبوس صغيره تلاقيك في ساعتها حسيت بالشكه هنا بس لكن بقيه اليوم تحس ان جسمك كله بيوجعك صح ولا لا؟ نفس الكلام اما يحصل هرمونال تشينجز هتأثر عليه، هتأثر على الجسم كله، بس هتأثر على المين تارجت اللي بتشتغل عليه اللي هو الفيميل سكس هرمون. وبالتالي لو رجعت للسلايد اللي قبل كده نتيجة السايكليك تشينجز في الليفل اوف هرمونز هلاقي في سايكليك تشينجز ان ذا اوفري وسايكليك تشينجز ان ذا فالوبيان تيوب وسايكليك تشينجز ان ذا يوترس سايكليك تشينجز ان ذا فاجينا سايكليك تشينجز ان ذا فالفا سايكليك تشينجز ان ذا بريست. يبقى الفيميل سايكل بمنتهى البساطه كلام مطلق هي عباره عن سايكليك تشينجز اوكير ان ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم سواء برايمري او سكندري لمين؟ لسايكليك تشينجز ان ذا ليفل اوف سكس هرمون فيميل سكس هرمونز. عندنا كم سايكل؟ عندنا كتير. في عندنا اوفيريان سايكل عندنا اليوتراين سايكل عندنا الفاجينال سايكل عندنا الفالفا سايكل عندنا البريست سايكل فالوبيان تيوب سايكل. لكن احنا اللي هنركز عليهم النهارده حاجتين الاوفيريان سايكل ومين اليوتراين سايكل. مين شاطر يا جماعه يقول لي بقى ديفينيشن للاوفيريان سايكل؟ ها يبقى سايكليك ركزوا معايا قولوا تاني سايكليك تشينجز اوكيرنج ان ذا اوفري صح؟ سكندري لمين؟ نتيجه مين؟ سايكليك تشينجز ان ذا ليفل اوف فيميل سكس هرمونز. مين يقولها تاني؟ ها مين يقول ايه هي الاوفيريان سايكل؟ اقولها انا تاني وحد يقول ماشي ناصر ناصر الدوسري صح؟ صح قول يا ناصر. انا عرفته لسبب ولا انا مش هبدا دايما انا حتى قلت له في البي بي ال انا بحب الشيخ ياسر الدوسري جدا بحب اسمع القران فعشان كده قلت لك في اراء بقى او شيء. يلا قول يا ناصر. شاطر. يبقى الاوفيريان سايكل هي عباره عن سايكليك تشينجز اوكيرنج ان ذا اوفرز نتيجه ايه؟
cyclic changes in the effect of the female sex hormones. كلام كويس جدا. دايما بقول علشان اعرف function اعرف functional structure. ابص على الرسمة اللي جاية. الرسمة اللي عندي ديت بتوريني بمنتهى البساطة functional structure of the ovary. Adult ovary. هلاقي بيتكون من كورتكس ويتكون من مظلة. الكورتكس زي ما هو واضح هتلاقي فيه different phases or stages of follicles، صح ولا لا؟ والستروما واضح ان فيها certain connective tissue. الستروما ده هي المسؤولة عن المينيوت amount of testosterone اللي بيحصل لها secretion. لكن المين فانكشن بتبقى كوندكتد بتاع الاوفر بوستد مين؟ الكورتكس. ان انا اعمل ديسكريبشن لهذه الفيسز كلها هي دي الاوفيريان سايكل. يبقى الاوفيريان سايكل هي الصوره اللي قدامي دي. ايه التغيرات اللي حصلت من اول ما في حاجه اسمها بريمورديال فوليكل صغيره لحد ما هذه البريمورديال فوليكل دهيت كبرت ونمت وبقت ادلت وطلعت الاوفم. طب بعد ما طلعت الاوفم اللي يحصل لها؟ طب ونهايتها ايه؟ زي قصه حياه بالظبط. اعتبرها كستوري، قصه. الفيميل يا جماعه زي ما تاخده في الامبريوجينيسيس او غيره في الامبريولوجي هتعرفوا انها الفيميل بتتولد بعدد معين من حاجه اسمها بريمورديال فوليكلز. دي الفوليكلز اللي هتكون لها مين؟ الاوفم. واللي هيحصل ايه؟ اوفيليشن منها وتكون لها حاجه اسمها كوربس لوتيا. ما علينا، المهم خلونا خطوه خطوه. الخطوه الاولانيه ان الفيميل بتولد بعدد معين موجود عندها ما بيزيدش بعد كده من البريمورديال فوليكل. تقريبا من مليون ل 2 مليون. خلاص؟ في البوث اوفرز، ان بوث اوفرز، يعني مجموعهم كله. طيب، اول ما بتوصل لسن الادلت هود كل شهر هيحصل سايكليك تشينجز. الهدف بتاعها انها تطلع لي اوفر، الهدف بتاع الاوفيليشن بتاع الاوفيريان سايكل ايه؟ انها تطلع لي اوفر. صح؟ انها تسهل عمليه ان يحصل بريجنسي، هنشوف ازاي. فاول حاجه عندي قال لك في بدايه، خلي بالكم يا جماعه انا هرسمها بردك رسمه صغيره كده عشان نركز، لان بردك الرسمه ما تترسم ان ستيب يعني بخطوات هتفهمها اكتر. فلو عندنا الاوفر بالشكل ده كده وايه كان موجود هنا هو شويه بريمورديال فوليكل، الفيميل اللي عندي دي بقت قضت وداخله ايه انها عايزه تعمل اوفيليشن. قالوا خلي بالكم الفيميل سايكل الديوريشن بتاعتها تتحفظ زي اسامينا. الافرج نورمالي كام؟ 28 يوم. اول بليدنج بيحصل بقول عليه ميناركي، يبقى ذا فيرست منسز اللي قلت لكم فيه اثنين ديفينيشن عايزكم تعرفوه زي اساميكم زي الام اس كيو. الميناركي ذا فيرست منسز ان فيميل لايف، وده تقريبا بيحصل عند سن من 9 ل 15. خلاص؟ يبقى الفيرست منسز بقول عليه حاجه اسمها ميناركي. يبقى لما يتقال لك which of the following represents ميناركي ويجيب لك امثله، او يقول لك the first menses occur in the female reproductive life is called ويجيب لك اسامي، يبقى عرفت سهل ولا صعب. تاني مصطلح عندي قبل ما اكمل على الاوفيريان سايكل حاجه اسمها المينوبوز. مينو يعني جاي من المنستريويشن، بوز يعني ستوبج. يبقى المينوبوز معناها ستوبج اوف منسز، يعني خلاص ما عادتش بتعمل ايه؟ منسز، ما عادتش بتنزل منسز اللي احنا بنسميه بالعاميه حاجه اسمها سن الياس. ما عادش فيه بليدنج، ما عادش فيه منسز. ده تقريبا بيحصل ارقام تتحفظ تقريبا من سن 45 ل 55، لكن طبعا في فاريشن. في واحده تخيلوا ممكن يحصل عندها الايه؟ المينوبوز في سن 30 سنه، بس مش ده القاعده. يعني لو سالنا ام اس كيو ما حدش يقول ده ايه؟ ده الدكتور قال في بعض الاحيان عند 30، لا ده في حالات معينه. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طيب عرفنا الاثنين دلوقتي كديفينيشن كالايدج بتاعه. ندخل على الاوفيريان سايكل من حيث اللي هو فيه. مينوبوز. نعم. لا انا بقول لك مينوبوز بتتكون من شقين، كلمه مينو وبوز. بوز يعني ستوبج، فترة توقف. مينو جاي من منستريويشن. يبقى مينو بوز كلمة على بعضها تعني ستوبج اوف منسز أو ستوبج اوف منستريويشن أو ذا ريبرودكتيف ابيليتي اوف ذا فيميل ستارت تو ستوب، وقفت.
ما خلاص ما عادش فيه لا اوفيليشن ولا ادريمنسز ولا غيره. طيب البريمورديال فوليكل دي عايزينها تكبر 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 لحد ما تكون لي اوفم وتخرج عشان تلتقطها الفالوبيان تيوب. قال لك خلي بالك الريبرودكتيف الاوفيريان سايكل كلها كام؟ 28 دي. فاول 5 ايام منهم من اليوم الاول لليوم الخامس بلاقي الايه؟ الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون سلايتلي انكريز، وهنفهم عليه ازاي في الاخر. من اسمه فوليكولار ستيميوليتنج هرمون، ودي اسمها بريمورديال فوليكل، يعني معناها هذا الهرمون هيزود الجروث بتاع هذه البريمورديال فوليكل. صح الكلام؟ فهيبدا يزود الجروث بتاع مين؟ هذه البريمورديال فوليكل. ولكن ايه رايكم؟ انت ممكن تجيب 3-4 تجيب تجمعهم كده اطفال من عائلات مختلفه وتاكلهم نفس الاكل، وتيجي تشوف الوزن بتاعهم بعد كده تلاقيه اختلف، رغم انهم بياكلوا نفس الاكل وعايشين نفس العيشه. بيفرق عوامل كتير، ممكن جينيتك صح ولا لا؟ ممكن 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 صح؟ فنفس الكلام هذه البريمورديال فوليكل كلها مش سيم سايز، كلها مش نفس المقدره على انها تستخدم او تستفيد من الفوليكولار ستيميليتنج هرمون. فالنت ريزلت ان في اليوم السادس واحده منهم بتبدا تبقى دوميننت، يبقى تاني. في الفيرست 5 دايز اندر ذا افكت اوف فوليكولار ستيميليتنج هرمون ذا بريمورديال فوليكل ستارت تو جرو اند سيكريت استروجين، وقال عليها جروينج فوليكل. في اليوم السادس بقى في عندي واحده دوميننت والاذر كومبيتنج، صغيرين زي ايه بالظبط؟ انتوا داخلين لسه في سنه اولى، في اول يوم كلكم عايزين نشتغل وعايزين نتجدعن وعايزين نذاكر صح؟ وعايزين نجيب بلس ومع صح الكلام؟ شويه بشويه ممكن تلاقي واحد او اثنين هم الدوميننت، هم الدوميننت اللي هم اللي بيجيبوا بلس صح ولا لا؟ بعد ظهر بعد مرحله ظهروا. فهنا نفس الكلام، بلاقي واحدة فيهم كبرت كده وايه بقى تشم نفسها وعايزة هي اللي تبقى المايسترو بتاعتها، هي اللي دوميننت. طب وده هيتم ازاي؟ البقاء للأقوى، دي رخمة، مش عايزة كده بس تكبر وخلاص، عايزة تقضي على المنافسين بتوعها. زي حاجة غريبة حصلت قبل كده أكيد قرأتوها. واحد مدرب تنمية بشرية جه جاب 5 كده وقال لهم بصوا يا جماعة، وزع عليهم 5 بلالين نفريق يعني بالون، وقال عايز اشوف مين اللي البالون بتاعه هيدنه لاخر واحد. ايه اللي حصل؟ كلهم حربهم علشان يدمروا البالون بتاع بعض صح؟ لحد ما واحد بس البالون دنه. في الاخر قال لهم بمنتهى البساطه، يا جماعه انا بقول لكم انا عايز اشوف مين هيدنه البالون عنده، انا ما قلتلكوش قطعوا نفافيخ بعض عشان واحد يدنه. يعني انا قلت مثلا عايزين البالون ده يدنوا 5 دقايق مثلا، واشوف مين اللي البالون هيدنوا منفوخ 5 دقايق، لو كلهم دنهم قاعدين في مكانهم كلهم كانوا كسبوا صح ولا لا؟ لكن كل تفكيرهم ان انا لا انا مش هبقى كويس الا لما اقضي على غيري. للاسف ثقافه منتشره، انا عشان ابقى كويس ادمر فلان، انا اقعد اذاكر اسهر الليل ويجي زميلي يقول لي ذاكرت، اخ حرام انا تعبت عليك يا ما شفتش الكتاب ولا فتحت الكتاب صح ولا لا؟ للاسف بعض الايه؟ مش كده، بعض الناس تعمل كده. انت لما تذاكر وتتجدع وتشجع زميلك على انه يذاكر ربنا هيكرمكم انتوا الاثنين وتحط الصوره. صاحبتنا دي بقى اللي هي الايه؟ هذه الدوميننت فولك الرخمه بتعمل زي ما اغلب الناس بيعملوا، عايزه تبقى هي الدوميننت لوحدها وتقضي على غيرها، بتعمل ايه؟ قال لك خلي بالك اول حاجه بتعملها انها طلعت لي كميه اكبر من الاستروجين صح ولا لا؟ هي اللي هي ايه؟ الكبيره، فمنطقيا هتصنع كميه اكبر. الاستروجين اللي طلع ده كميه كبيره هيروح يعمل انهبيشن على مين؟ على الفوليكولار ستيميليتنج هرمون، نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، فهيقل الفوليكولار ستيميليتنج هرمون. قبل كده كانت من رخامتها خدت كميه اكبر من الفوليكولار ستيميليتنج هرمون، ازاي؟ هقولها لكم بمنتهى البساطه. انت دلوقتي قعدت واخوك الصغير عنده ايه 2 سنين وانت اتحط قدامكم طبق اكل وقالوا لكم ايه؟ هنشوف مين اللي هياكل الاول. منطقيا مين اللي هياكل الاول؟ انت. مين اللي هيخلص؟ انت. فانت من رخامتك
مش تاكل حتى وتسار وايه وتسبه في الاكل، لكن انت قمت حاطط ايدك على بقه عشان ما ياكلش، يعني منك بتاكل كله وبعدين ما سبتلوش حتى هبابه زي ما بيقولوا، صح؟ فاللي بيحصل ان هذه الدوميننت فوليكل بتاخد كميه كبيره من هذا الفوليكولار ستيميليتنج هرمون، ومش كده وبس، لا ده بتعمل ايه؟ بتعمل انهبيشن لمين؟ للاذر كومبيتنج فوليكل. محدش في الداتا شويه معلومه خالص. بتعمل انهبيشن للاذر ايه؟ كومبيتنج فوليكل. طب كلام كويس. طيب يبقى ده اول حاجه عملتها، عملت ايه؟ اولا خدت كميه فوليكولار ستيميليتنج هرمون كتير، ثانيا قللته. ده مش كده وبس، قالوا دي كمان بتطلع لي حاجه اسمها انهبين هرمون، عشان لسه من شويه قايل لكم في هرمون اسمه انهبين بيطلع. هذا الانهبين هرمون هيروح يعمل انهبيشن كمان للفوليكولار ستيميليتنج هرمون، وهيعمل انهبيشن للكومبيتنج فوليكل. فالنت ريزلت ان في واحد ده بس اللي هتدناه والباقي يموتوا. الاذر كومبيتنج، الكومبيتنج يعني متنافسه. الكومبيتنج فوليكل هيحصل لها اتروفي او اتريسيا، هتموت. والدوميننت هي اللي تعيش. الدوميننت ده هتدناها تكبر ويتغير في شكلها زي ما تاخده في الهيستولوجي لحد ما توصل لي في الاخر، ودي كلها بقول عليها ايه؟ بقول عليها حاجه اسمها جروينج فوليكل، زي ما هنشوف في الرسمه اللي قدامي دي كده. بصوا يا جماعه، بدا يتغير اسمها، بريموردال بقت برايمري، بقى ايرلي اند ترانسفورميشن، بقت الكومبيتنج بتاعتها بقت اتريتك، المتنافسه بقت اتريتك اتروفايل. ثم وصلت بقت ماتيور جريفيان فوليكل، بقت بالشكل ده كده. في سيلز هنا طبعا، سيكا اكسترنا وسيكا انترنا وجرانولوس، هتاخدوا الكلام ده لفوق دي تاني استولوجي. وهتلاقي فيه هنا هو الاوفا هنا كده. الكلام ده هيتم لحد اليوم ال 14. من البريمورديال فوليكل لحد اليوم ال 14 ده، جاست قبل اليوم ال 14 ده بقول عليها الايه؟ الفوليكولار فيس. يبقى الفوليكولار فيس اوف اوفيريان سايكل اللي هيحصل فيها الايه؟ التشنجز اللي بتحصل في الاوفيريان فوليكل. ايه التغيرات اللي بتحصل لحد ما تبقى ماتيور؟ طيب عايزين نعمل بقى اوفيوليشن. قالوا جاست بيفور، قبل اليوم ال 14 بالظبط، بيحصل ماركت انكريز ان ذا استروجين. اللي نتيجه الماركت انكريز بتاعه بدل ما هيعمل انهبيشن للال اتش والاف اس اتش، لا ده الماركت انكريز ده هو هيعمل بوزيتيف فيدباك معاهم، فيزود ال اتش والاف اس اتش، فيحصل حاجه اسمها ال اتش سيرج. ال اتش سيرج مصطلح مهم جدا، نعرف انه ماركت انكريز ان ال اتش هرمون سيكريشن اللي هو هيؤدي لعمليه الاوفيليشن. ركزوا لان الميكانيزم اوف اوفيليشن محتاجه تركيز ومحتاجه فهم مهمه. الليوتينايزنج هرمون لما حصل له ماركت انكريز، وبقول عليه ال اتش سيرج يعني ماركت انكريز ان ال اتش سيكريشن، بيبدا يساعد في تصنيع البروجسترون. البروجسترون بدا يظهر بكميه قليله في الاول، هيعمل حاجتين مهمين. هيزود السينثيسيس اوف بروتيوليتيك انزيم اللي هو الكولاجينيز. خلي بالكم يا جماعه احنا عندنا الايه؟ الماتيور جريفيان فوليك الاول. الكولاجينيز ده انزيم هيقعد يكسر في الجدار بتاع الماتيور جريفيان فوليك. وفي نفس الوقت هيزود الفوليكولار هايبرينيا، يعني شويه بلاد فيسل يتكونوا في الوول بتاع هذه الماتيور جريفيان فوليكل، وشويه بروستاجلاندين دايليتورز يتكونوا، فبرضك يزود الفلويد فورميشن جوه هذه الماتيور جريفيان فوليكل. يبقى في حاجتين هيحصلوا، في انزيمات هتكسر في الجدار بتاع الفوليكل، وفي فلويد هيتكون كتير، يعني البالون هيقعد يتنفخ يتنفخ يتنفخ، وفي نفس الوقت الوول ضعيف، فمنطقيا هذا ينفجر ولا لا؟ ينفجر زي بالظبط انت جبت نفخه وقعدت تنفخ فيها. كل ما تنفخ اكتر كل ما تبقى عرضه لايه؟ لا تنفجر. فهنا بيحصل ايه؟ انت مش بينفخ بس، انت الفلويد او ترانسيوديشن اوف فلويد بيزيد، فبيزيد حجمها، وفي نفس الوقت بيجيب دبوس ويشك. الدبوس ده هو ايه؟ البروتيوليتيك انزايم. يعني انت جبت دبوس والنفخه بتنفخ، قمت جايب الدبوس وشكتها، هتتفتك، صح الكلام؟ فده اللي بيعمله هذا ال ال اتش سيرج. يبقى المسؤول عن الاوفيوليشن مين؟ ال اتش سيرج. ركزوا في ام سي كيو. يبقى ال ال اتش سيرج از ريسبونسبل فور ذا ميكانيزم اوف اوفيوليشن. طب بتتم ازاي؟ ال ال اتش لما يحصل له ماركت انكريز
بيعمل ال اتش سيرش هيبدا يزود لي السنسز اوف بروجسترون اللي هيزود بروتينيتك انزيم اللي هتعمل ويكن وول اوف ذا ماتيور جرافيان فوليكل وتعمل هايبريميا وبروستاجلاندين سيكريشن فيزيد الترانسيوديشن اوف فلويد يعني يتكون فلويد كتير جوه الفوليكل فزاد الحجم وبقى ويك وول فيحصل لها رابشر يحصل يطلع الاوفر. نبص على الرسمه الاولانيه خالص بتاع الفيميل ريبرودكتيف سيستم. حصل الاوفيوليشن هنا. هذه الفيمبرياتد اند اوف ذا فالوبيان تيوب تقوم ملتقطه مين؟ الاوفر. لو الست متجوزه وفي سبير وصل لحد الامبولا يحصل فيرتلايزيشن. حصل فيرتلايزيشن تقوم متحركه ناحيه اليوترس يحصل امبلانتيشن. طب لو الست مش متجوزه يبقى الاوفا ما هتتحرك مش هيحصل فيرتلايزيشن. هتنزل على اليوترس تقوم نازله لك في الشعر على هيئه منسس. طب بتتم ازاي النقطه دي؟ الفيس اللي انا قلتها من شويه دي الاوفيريان فيس الاوفيولاتري فيس او الاوفيوليشن فيس ودي بتحصل في اليوم ال 14. خلاص؟ قبلها بيومين وبعدها ممكن بيومين ممكن تحصل يعني ممكن من اليوم ال 12 لحد اليوم ال 15 او ال 16 ممكن يحصل اوفيوليشن. بس الافرج بتاعنا في اليوم ال 14 ده الاوفيوليشن. يبقى انا لحد دلوقتي قلت تو فيسز. اول حاجه عندي قلت اوفيريان في الاوفيريان سايكل قلت فوليكولار فيس والهرمون الكنترول بتاعها مين؟ في البدايه بتاعته الفوليكولار ستيميليتنج هرمون واللوتينايزنج هرمون بعد كده الاستروجين والانهبين صح الكلام؟ الاوفيوليشن فيس الكنترول الاساسي بتاعها مين؟ استروجين بيعمل بوست فيدباك والال اتش سيرج ومين؟ البروجسترون. كلام كويس. هتكلم على الفيس الاخيره في الاوفيريان سايكل. ادي الفيس اهو انا سايب الفيس دي في الاخر عشان ايه؟ تبقى واضحه اما اشرحها واجي اقول الفيس بتاعتها تبقى سهله. طيب الفيس الاخيره في الاوفيريان سايكل انت دلوقتي خرجت الاوفم وعرفنا سكتها. طب الجزء المتبقي ده مش اتفقنا فيه فيسل وفي فيسل في الول هيحصل له رابشر فيحصل نزيف فيه في هذا الجزء المتبقي. الجزء المتبقي بقول عليه البادي اللي هو الكوربس بس في نزيف بقول كوربس هيموراجيكا. اللوتينايزنج هرمون هيشتغل على الكوربس هيموراجيكا ده يغير في شكله يحوله ليلو بادي بسميه كوربس لوتيم. هذا الكوربس لوتيم هيبدا يصنع لي بروجسترول واستروجين. لو الست بريجننت يعني معناها هيتكون هرمون اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروفين من البلاسينتا او انيشيال من الجزء اللي هيتكون البلاسينتا. هذا الهيومن كوريونيك جونادوتروفين هيمنتين الكوربس لوتيم واسميه كوربس لوتيم اوف بريجنسي لمده 10 اسابيع. لو الست ايه؟ حامل واضطرينا نشيل الاوفري في خلال الاسابيع الاولانيه اقل من 10 اسابيع الست هيحصل لها ابورشن. ليه؟ لان محتاجه الكوربس لوتيم. بعد ال 10 اسابيع البلاسينتا بتقوم بالدور. طب الست لو نام بريجنانت ايه اللي هيحصل؟ الاستروجين والبروجسترول اللي هيطلعوا من الكوربس لوتيم بيعملوا نيجاتيف فيدباك مع مين؟ مع ال ال اتش والفوليكولار ستيميليتنج هرمون. طب ال ال اتش هو المهم جدا هو ميه الحياه بالنسبه للكوربس لوتيم. لما يقل هيموت الكوربس لوتيم وما عادش يطلع استروجين وبروجسترول ويتقال عليه كوربس البيكانز بقى الوايت بادي بقى فيبروز. وضحت الصوره؟ من اليوم ال 14 لحد اليوم ال 28 ده بقول عليها لوتيال فيس. ممكن اتسال يا جماعه خلي بالكم الاوفيريان سايكل خدت من وقت انا محتاج افهم جدا الثانيه اللي هي اليوتراين سايكل مش تاخد وقت. دي سمري بسيط للاوفيريان سايكل. ممكن اتسال على فيس واحده يا جماعه من الفيس يقول لك ديسكاس فيسيولوجيكال اند هرمونال تشينجز ويجيب لك اي فيس. يقول لك مثلا فوليكولار فيس اوفيريان فيس او فيلاتوري فيس لوتيال فيس او يقول لك اوت لاين فيسيولوجيكال اند هرمونال تشينس اوف اوفيريان سايكل. دي رسمه بسيطه بتوضح لك كلام. ادي الفيسز فوليكولار فيس اوفيلاتوري فيس لوتيال فيس. الفيسيولوجيكال تشينس شرحناها من فول ديتيل. دي هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ طيب الدوريشن بتاعتها الفوليكولار فيس من اليوم الاول لليوم قبل جاست قبل اليوم ال 14. اوفيلاتوري في اليوم ال 14 ممكن قبلها بيومين وبعدها بيومين. اللوتيال فيس من اليوم ال 14 يعني من اليوم ال 15 لحد اليوم 28. الهرمون الكنترول مهم جدا بتسيله فيه. اليوم الهرمون الكنترول في الفيرست 5 دايز فوليكولار ستيميليتنج هرمون ولوتينايزنج هرمون. بعد اليوم السادس لحد اليوم ال 14 استروجين وانهبين. قبل اليوم ال 14 على طول بلاقي الاستروجين عالي.
ادى الى زياده ال ال اتش والفلوكوناسيليتيك هرمون والبروجسترون، دول اللي بيعملوا لك الاوفيليشن. بعد الاوفيليشن هلاقي ال ال اتش هيعمل لك ايه؟ كورباس لوتيان فورميشن، اللي هيبدا يطلع استروجين وبروجسترون، اللي هيعملوا بعد كده نيجاتيف فيدباك ويقللوا لك ال ال اتش والفلوكوناسيليتيك هرمون فيتكون الكورباس قلبي كات. خدوا نفس عميق كده يا جماعه. دي كانت الايه؟ الاوفيريان سايكل. طب السايكليك تشينجز اللي بتحصل في اليوترس، ركزوا معايا، لان اليوترين سايكل بتختصر بمنتهى البساطه لو عرفت انا مطلوب مني ايه فيها. ركزوا يا جماعه عشان اخد خمس دقايق. يهمني جدا اعرف بردك يا جماعه اليوترين سايكل الديوريشن بتاعتها قد ايه؟ 28 يوم. اسامي الفيسز بتاعتها والتغيرات اللي بتحصل فيها والفسيولوجيكال تشينجز والهرمونال تشينجز. يبقى ويهمني فيها ممكن اتسيل على فيس واحده فيها او اتسيل عليها كلها. يبقى اليوتراين سايكل يهمني فيها ايه؟ اول حاجه اعرف الفيسز، وفي كل فيس هعرف الديوريشن بتاعتها والفسيولوجيكال تشينجز والهرمونال كنترول. وطبعا الديوريشن بتاعت اليوتراين سايكل انا عارفها زي الاوفيريان سايكل زي المنسترال سايكل بوجه عام اسمها ايه؟ 28 يوم. اليوتراين سايكل اوقات اسم الدلع بتاعها منستريوال سايكل. يبقى عرفت الديوريشن قد ايه؟ 28 يوم. يهمني وانا بتكلم في الفسيولوجيكال تشينجز، انا بتكلم على التغيرات هتحصل فين في الاندوميتريا، يهمني ثلاث حاجات. تقول لي الثيكنس اوف اندوميتريام حصل فيه ايه؟ تقول لي الاندوميتريال جلاندس حصل فيها ايه؟ والرسمه دي بسيطه جدا واختصر لك كل حاجه. تالت حاجه اندوميتريال بلاد فيسلز. ركزوا معايا بمنتهى البساطه. عندي اليوتراين سايكل هلاقيها بتتكون من 3 فيسز. بروليفراتيف فيس، سكريتوري فيس، ومينستريوال فيس. لو بدانا بالبروليفراتيف فيس زي ما تاخدوا هيستولوجي هتعرفوا الاندوميتريوم عباره عن تو ميجور ليرز. اللير البيزل ده بقول عليها ستريتم بيزال او البيزل لير. ديت تقريبا لما تبقى فول ماتيوز لما نتكلم في السكريتوري فيس بتكون تقريبا تلت الثيكنس كله. وديت مسؤوليتها انها بتعمل البروليفريشن علشان تكون السوبرفيشال لير. والبيزل لير دي ما بيحصلهاش شيدنج يعني ما بتقعش في الشارع مع المنسز. يعني بصيت في المينستريوال هنا البيزل لير رنتها زي ما هي. صح؟ اللير الثانيه دي بقول عليها سوبرفيشال لير او بقول عليها فانكشنال لير او بقول عليها ستريتم فانكشنال. اللي دي اللي بتقوم بقى بالوظيفه، دي اللي هيحصل فيها الامبلانتيشن، دي لو ما لو الست مش بريجننت دي اللي هيحصل لها شيدنج، هتمشي في هتقع في الشارع. فالسايكليك تشينجز ايه اللي بتحصل؟ لو دخلنا على البروليفراتيف فيس اول سؤال اساله ايه رايكم في الثيكنس؟ بدا يزيد ولا ما بيزيدش؟ زيد. بدا الثيكنس بدا يزيد. طب الاندوميتريال جلاند اللي هي نازله دي بدا يزيد اللينس بتاعها ولا لا؟ بدا يزيد. ولكنها نون سكريتوري ما بتطلعش سكريشن. طب البلاد فيسل الاندوميتريال بلاد فيسل بدات يزيد وبدات سلايتلي تورشوس. البروليفراتيف فيس ديت بتبتدي من اليوم الخامس او السادس لحد اليوم ال 14. بتقابل الفوليكولار فيس اوف اوفيريان سايكل وبتبقى كنترولد بواسطه الاستروجين اللي بيطلع من الجروينج فوليكلز. واضحه؟ طيب بدا بعد كده البروجسترون يحصل له سكريشن. هذا البروجسترون هيزود السكنس اكتر، يبقى ده اول تغيير زاد ماكسيمم انكريز ان ذا سكنس اوف ذا اندوميتريال. بدأت سوبرفيشال لاير تمثل التلتين والبيزل لاير التلت، خلاص دقيقتين خمس دقايق كتير يا جماعه. ثم ايه رايكم في الجلاندس ديت بقت مور تورشوس وبدات تبقى سكريتوري بتطلع سكريشن وده السبب اللي سميناها سكريتوري. ثم البلاد فيسل انكريز اللينس وبقت مور تورشوس سبايرال زي سلك التليفون الارضي. وايه؟ السكن الطول بتاعها زاد زياده عن اللزوم. هو ليه؟ نتيجه ان بيزيد الجروث بتاعها اكتر من الجروث بتاع مين؟ الاندوميتريا. كلام كويس. اندر انهي هرمونال كنترول؟ بروجستيرون مينلي اند تو ليس اكستنت استروجين. ودايما بنقول لكل شيء إن اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسان. هي الحياه كما عاهدتها امم من سره زمن
ساءته أزمانه. فنفس الكلام، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. قاعدة تزيد 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 تزيد، حاجة من اتنين، يا ست متجوزة وهتبقى حامل، يا إن أصلا مش متجوزة فبالتالي كل اللي بنيناه هيع في الشارع. الست مش برجنة، يعني الكوربس لوتيام حصل فيه أتروفي، يعني ما عادش فيه استروجين ولا بروجسترون. هذه هذا الاندومتريوم متطفل، عايز هرمونات يعيش عليها، ما عادش الهرمونات. انت واحد عايش على ان حد يقول لك خد هات خد هات خد هات، لو ما حدش اداك مش هتتحرك، صح ولا لا؟ نفس الكلام، ما عادش فيه الهرمونات دي، الهرمونات مش موجوده بقى، كل ده هيقع في الشارع. ايه اللي هيحصل؟ ما عادش فيه بروجسترون، قل. فهتلاقي الايه؟ البلاد فيسل نيكروزد، مات، انت محتاج الهرمون، مات. هيحصل ايه؟ هيبقى ستينوزد، يضيق. اما يضيق جامد التشو اللي بعده، انا لو ضيقت هنا التشو اللي هنا هيموت، لان ما عادش واصل له دم، فهيبدا ايه؟ حاول يقع. الاكيوميليشن اوف تشو ديبرس هنا اللي بيتكون بيعمل دايلاتيشن، فيخلي شويه دم ينزلوا على اي نقط، ده بقول عليه المنسز منستيريوال بلاد، بيطلع من من هذا السبايرال ارتري، يبقى ارتيريال من اوريجن، بيحتوي على ديبرس وعلى فايبرينولايسن، يعني ما فيش فيه كلوت الا لو حصل سيفير بليدنج. كميته قد ايه؟ اب تو 80 مللي، يعني مش 5 لتر، الست مش بتنزل في الشهر لتر ولا اثنين، ده ماكسيمم 80. طب زاد عن كده يبقى اب نورمال، 80 مللي طبعا، مش ما حدش يقول لي 80 لتر، كلام كويس. بدا المنسز يحصل ويتكون بريدنج. العلماء اللي هم النساء والتوليد بيقولوا على المنسز ده ايه؟ ذا يوترس كراي باي بلاد فور بيرسبشن اوف نو بيبي، يعني بتبكي دما علشان ما فيش جنين. وضحت الصوره يا جماعه؟ اخر كلمه، بصوا على الرسمه ده عشان احنا خلصنا. بمنتهى البساطه ده اختصار لليوتراين سايكل. عرفنا الديوريشن بتاعتها؟ ادى الفيس الاولانيه، ادى البروليفراتيف فيس من اليوم الخامس ليوم 14 اندر استروجين كنترول، ثم السكريتوري فيس اندر بروجسترون اند استروجين والتشنجز اللي بتحصل، المينستيريو نتيجه الديكريز استروجين وبروجسترون. تو سمرايز، انك النهارده اتكلمنا على الفانكشنال استراكشر اوف فيميل ريبرودكتيف سيستم، اتكلمنا على الاوفيريان سايكل، اتكلمنا على اليوتراين سايكل. كلمه صغيره دايما بقول يا جماعه، الطالب الشاطر يعرف المطلوب منه، ادي رسمه بتوريك اليوتراين والاوفيريان سايكل، وادي الريفرنسز بتاعتها. دايما بقول ملحوظه مهمه حطها في دماغك، ودايما اعرف انا عايز ايه من المحاضره. المحاضره دي مطلوب الاساسي فيها الاتي، ان انا اعرف اقول مثلا على سبيل المثال اوت لاين هرمون اللي هي فيسيولوجيكال اند هرمونال تشينجز اوف اوفيريان سايكل مثلا. ممكن تتسال يقول لك اوت لاين او ديسكاس هرمونال او فيسيولوجيكال اند هرمونال كنترول اوف مثلا اي فيس بقى، ممكن فوليكولار فيس، ممكن تكون اوفيلاتوري فيس، ممكن تكون لوتيال فيس، ده فيما يخص الاوفيليشن، وبرضك الميكانيزم اوف اوفيليشن ممكن اسال فيها. الجزء الثاني اليوتراين سايكل نفس الكلام، هرمونال اند فيسيولوجيكال اند هرمونال تشينجز اوف يوتراين، او اخد فيس فيس واسالك فيه. كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ الامور واضحه؟ بالتوفيق ان شاء الله. طب دكتور احنا نكملها في بعض ولا شو؟